مرحبا طالباتنا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا محاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط. بالمحاضرات السابقة بدينا وياكم بيونت السادس، شرحنا أول درسين من يونت 6 وعرفنا شنو السبجكت الرئيسي مال يونت 6، يعني عرفنا شنو الموضوع الرئيسي اللي يتحدث عنه اليونت السادس، هو الجوبس الوظائف، وشرحنا وبينا بعض الوظائف وأخذنا تعاريف عليها وأشياء بسيطة عن الوظائف، وأخذنا قطعتين كل قطعة تحكي لنا عن وظيفة معينة، وأخذنا واجب بيتي تمارين عليها. اليوم راح نشرح موضوع جديد عندنا Lesson 3، درس الثالث، In your student book، في كتاب الطالب، page 64، صفحة 64 بكتاب الطالب. هذا الليسن حطينا فد قصة قصيرة يعني، وبعدها راح نشوف شنو الموضوع القواعدي بهذا الدرس نشرحه. أول مرة راح نقرأ القصة ونترجمها وبعدين نشرح موضوع القواعد. القصة عنوانها A Day in the Life of a Firefighter، يوم في حياة رجل الإطفاء. Firefighter مثل ما أخذنا بداية اليونت، الفايرفايتر هو رجل الإطفاء. A firefighter مازن talked about a day in his life. He began like this. رجل الإطفاء مازن تحدث لنا عن يوم بحياته، بدأ هكذا. When I arrived at the fire station yesterday morning، عندما وصلت إلى محطة الإطفاء صباح البارحة، نبدي النقطة الأولى، I checked my equipment، أنا تأكدت من معداتي، الأدوات اللي يستخدمها رجل الإطفاء، أول شغلة. ثاني شغلة، The supermarket is on fire، come quickly. يعني اجا اتصال مثل ما تشوفون بالصورة انه السوبر ماركت الاسواق تحترق، السوق يحترق. come quickly يعني تعال بسرعة. نقطة الثالثة، people are trapped inside، الناس عالقين في الداخل، يعني بداخل السوبر ماركت. تشوفون الصورة انه السوق وهو وصل، فالناس شنو؟ عالقين في الداخل، يعني ما يقدرون يطلعون برا. الصورة الرابعة، We pointed our horses at the building. شلون نقول وجهنا خرطوم الماء اللي طفون به الحرائق at the building، على البناية. هاي النقطة الرابعة أو الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، we went into the building، دخلنا داخل ذهبنا أو دخلنا في داخل البناية building. 6. We saved all the people، أنقذنا كل الناس، أنقذنا جميع الناس. 7. Accident on the ring road، حادث على الطريق الدائري، يعني الرينج رود هذا الطريق اللي يكون حول المدينة. 8. مثل ما تشوفون احد عندنا two cars، one of them on fire، الثانية upside down، يعني واحدة محترقة والثانية يعني شلون نقول مقلوبة، انقلبت السيارة. هذه يعني اليوم، هذا اليوم بحياة رجل الإطفاء، ليحكي لنا انه شلون شغله رجل الإطفاء وشقد هو خطر. اول مرة تأكد من معداته، بعدين جاء اتصال انه السوق يحترق، راحوا وطفوا الحريق ونقذوا الناس. بعدها جاهم اتصال انه اكو حريق، اكو حادث على الطريق حول المدينة، كانت واحدة من السيارات محترقة والثانية مقلوبة. هسه عرفنا الكلمات الجديدة والمهمة بهذا الدرس. بعد ما شرحنا وبينا، تلاحظون انه اكو فد زمن بهذا الدرس دا يحكي لنا بيه بيا صيغه، دا يحكي لنا بصيغه
الماضي البسيط. أنا هنا مثل ما تلاحظون بالشاشة شرحت لكم الماضي البسيط، لأن احنا ماخذي قبل فانطيتكم فتشي مختصر عليه. الماضي البسيط past simple نستخدمه حتى نعبر عن أحداث حدثت وانتهت في الزمن الماضي، يعني شي صار أنا سويته وخلاص انتهى، هذا أعبر عنه بصيغة الماضي البسيط. هاي أول شي عرفت ايش وقت أستخدمه. ثاني شغلة، شنو هي الظروف اللي تجيني أو اللي تدلي على هذا الزمن؟ الظروف هي yesterday البارحة، last السابق، n سنين ماضية، مثل أريد أقول n 2005 in 2005، هذه السنة ماضية انتهت يعني بالماضي، يعني هذا الظرف يدلي على الماضي. عرفت استخداماته؟ عرفت الظروف اللي تجيني وياه؟ هسه شنو؟ هسه راح نكتب حالات الثلاثة. مثل ما تعرفون انتو كل زمن يجيني بثلاث حالات، اثبات، نفي، استفهام، مثبت، منفي واستفهام. راح انطيكم كل حالة القاعدة مالتها ومثال عليها. الحالة الأولى هي الإثبات، فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة الجملة. فاعل بداية الجملة، بعدين الفعل الماضي عندنا حالتين، عندنا أفعال ماضية اعتيادية بس أضيف للفعل إيدي، وعندنا أفعال ماضية شاذة أضيف لها شنو؟ ما أضيف لها شيء وإنما راح تتغير الكلمة. مثلا عندنا بلاي اعتيادي أضيف لإيدي، السي شاذ تصير سو، وراها نكتب تكملة الجملة. هاي الحالة الأولى هي حالة الإثبات. نأخذ مثال عليها اللي هو موجود عندنا بالقطعة اللي قريناها، I arrived at the fire station yesterday، وصلت إلى محطة الإطفاء البارحة. ظرف اللي عندي هو yesterday دلني إنه هذا الزمن هو زمن ماضي. الحالة الثانية هي حالة النفي. حالة النفي شلون تكون؟ فاعل بداية الجملة، بعدها أخلي did، بعد did أخلي not، بعد النوت هنا انتبهوا ما أخلي فعل ماضي، خلي فعل مجرد. ليش؟ لأنه من أخلي did بالجملة هي did أخذت لي زمن الماضي، فما يحتاج أخلي بعد فعل ماضي، ما يصير زمن فعليا ماضي بالجملة، لازم واحد ماضي واحد مجرد. فأني خليت الدد ماضي، فعل الرئيسي راح أخليه بيا صيغة، صيغة العفو، صيغة المصدر المجرد. مثال عليها، he didn't work hard last month. أول شي شفت last month هي تدلي على إنه هذا الزمن ماضي، فأريد أنفيها أخلي did not. و work فعل مجرد. هذه الحالة الثانية هي حالة النفي. زين، حالة الاستفهام نخلي did بداية الجملة، وراها أخلي الفاعل، ورا الفاعل أخلي فعل مجرد، فعل مجرد، did فاعل فعل مجرد. مثلا did you see your home your mother، عفو، did you see your mother yesterday، هل رأيت والدتك البارحة؟ زمن الماضي. إذا تريدون تسألون أو يخطر ببالكم أنه شلون يجي بالامتحان، يجيكم بالامتحان يا أما صحح الفعل، أخلي لكم الفعل بين قوسين وأقولكم صححوا، أنتم تنتبهون شنو بنهاية الجملة، ظرف يدلي على الماضي، إذن هذا الفعل بين قوسين لازم تسوونه بالماضي، أو أعطيكم جملة يعني جملة بالماضي وأقولكم انفوا لي إياها، أنتوا تخلون الفاعل والديد نوت وراها الفعل تخلون مجرد وتكملة الجملة، هيك الصياغة اللي تجيكم بالامتحان. لهنا احنا كملنا وياكم المحاضرة، محاضرتنا لليوم، إن شاء الله نلتقي بمحاضرات جديدة.